اللهم اجعل نورا في قلبي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في عظامي ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي اللهم اعطني نورا وهب لي نورا واجعل لي نورا يا نور السماوات يا نور السماوات يا نور السماوات والأرض يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تعتقني من النار وتدخلني جنات تجري من تحتها الأنهار إنك واحد عزيز غفار اللهم إنك تعلم سري فأقبل معذرتي فأقبل معذرتي اللهم إنك تعلم سري فأقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي ف
فأقلني أسرتي وتعلم حاجتي فأعطني مسألتي وتعلم حاجتي فأعطني مسألتي يا أرحم الراحمين اللهم أسألك أن تصلي على سيدي ونبي وحبيبي وطبيبي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وأن تنفس عني كربتي وتقضي عني ديني وترضي عني أصحاب الطباع تبعات تبعات من خلقك بفضلك وجودك وكرمك لا باستحقاق يا أرحم الراحمين اللهم أحيني بعزتك القاهرة وسلطانك العظيم فإنك حي قيوم لا يموت ولا ينام وصلى الله على سيدنا محمد النبي النبي الأمي النبي الأمي الحبيب الحبيب المصطفى المصطفى المرتضى المرتضى المجتبى وعلى آله وصحبه النقباء والنجباء والأتقياء والأزكياء وسلم تسليماً.